إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. انتشرت اخبار في الايام القليله الماضيه عن وجود علاقه حب بين بطله المسلسل التركي الشهير بنات الشمس بورغو اوزبرك والممثل التركي سيركي توتونجو، والذي خرج عن صمته ونفى ذلك قائلا للصحافه التركيه: بورغو صديقه مقربه للغايه، ومن المستحيل ان يكون هناك بيننا علاقه حب. الجدير ذكره أن بورغو عرفت في العالم العربي في مسلسل بنات الشمس الذي أنتج عام 2015 عرض أول مرة على قناة كانال دي التركية، وبعد نجاحه الساحق تمت دبلجته للعربية، ثم عرض على MBC 4 عام 2016 ولاقى جماهيرية كبيرة فحصل على نسب مشاهدة في الشرق الأوسط، وبات حديث الساعة حيث اجتاح الشاشات التلفزيون في السنوات الأخيرة، واستطاع أن يتفوق بفارق زمني بسيط على كل المسلسلات المنافسة.